تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها فتحت باب ترشيحات لنيل جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية برسم عام 1440 هجرية 2019 ميلادية في الأصناف الثلاثة الآتية. جائزة محمد السادس على التسيير وتمنح للأشخاص الذين طبقوا أساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب القرآنية والمحافظة في نفس الوقت على خصوصيتها باعتبارها مؤسسات للتعليم العتيق. القيمة المالية للجائزة 50,000 درهم. جائزة محمد السادس على منهجية التلقين وتمنح للأشخاص الذين أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين كتاب الله العزيز بالكتاتيب القرآنية وتحسين قدرة الأطفال على حفظ القرآن الكريم. والقيمة المالية للجائزة 50,000 درهم. جائزة محمد السادس على المردودية وتمنح للكتاتيب القرآنية التي تثبت قيمها بتلقين القرآن الكريم لأكبر عدد من الأطفال في وقت قياسي وتثبيت القيم الإسلامية وتنمية الوعي الديني لديهم وخلق بيئة إسلامية نموذجية داخل الكتاب القرآني، وقيمتها المالية 50,000 درهم. يتكون ملف الترشيح للمسابقة من الوثائق الآتية: طلب خطي للمشاركة في الجائزة موجه إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يحدد فيه صاحبه صنف الجائزة التي يترشح فيها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، استمارة التقويم تسحب من مندوبيات الشؤون الإسلامية وتعبأ من لدن كل مترشح حسب أصناف الجائزة، منهجية التلقين، المردودية، التسيير. يودع ملف الترشيح بمندوبية الشؤون الإسلامية التي يوجد الكتاب القرآني بدائرة تدبيرها ابتداء من 22 أكتوبر 2018 ميلادية إلى غاية 8 يناير 2019 ميلادية.